السلام عليكم، معكم بالقاسم من كاسو إيست الرحالة. وكان عندي بزاف الفراغات في الفم تاعي، وكان عندي بزاف المشاكل، كنت دائما نحوس على لي كلينيك باش نبدا نعالج الفم تاعي. حتى واحد لقيت واحد لا كلينيك، واللي هي الحاجه الرائعه فيها انها كلينيك فيها جزائريين فيها فلسطينيين. لما وصلنا من الرحله تاعنا رفدونا ديريكتوم من المطار الى المكان اللي احنا متواجدين فيه، ارتحنا وبدينا المراحل الجديده في النهار اللي موراه. لازم تجي ماكل مليح، لازم تجي اون فورس. علاش؟ باسكو كي تجي يلي مولك لي دون تاعك، وين ثم تستهلك شويه طاقه لانه يديروا لك الانستيزي، والحاله هي اصعب مرحله هو النهار الاول. واليوم الثاني تعاود ترجع بعد يوم او يومين وين تدير لا بروفا، وعاود رجعنا اليوم واللي هو اليوم الكبير اللي راح تكون ساتيسفي به. حس روحي نهضر، دوك راني نهضر معاكم بالفم جديد بالابتسامه جديده، وراني نهضر اليز، معناها فريمون راني اليز. يعطيكم الصحه فلامينكو على هذا الاستقبال الرائع، وكذلك على العمل المتقن وعلى الوقيف تاعكم معنا. والله صافي بليزير، ميرسي فلامينكو.